الجمهور الكريم، أيها الجمهور المشرف الكريم، لست أدري ومنذ صغري مهرجان الدولي المغاربي للفيلم بوجدة، الدورة 12، هذا المهرجان اللي هو كنعتزوا به وكنفتخروا به في الجهة الشرقية وحتى على الصعيد الوطني، يعني مهرجان مشرف. الحضور ديالي هو كان لتقديم فيلم اللي شاركت فيه اللي هو ذاكرة للنسيان لمخرجه الهواري غوباري، مخرج اللي مقيم بالديار البلجيكية. فالحضور ديالي كان لتقديم هذا الفيلم كما قلت، والمهرجان عرف يعني واحد يعني مشاركه قويه للدول المغاربيه، يا الاخوان ديالنا الجزائر ولا تونس ولا حتى موريتانيا، كان حضور قوي. كان ضيف ديال الدوره اللي هو السينما الاسبانيه، وكان يعني حتى لنا كان حضور قوي ديال ناس اللي ناقشوا العديد من المشاكل ديال المحيطة بالمجال السينمائي. فدورة كانت ناجحة بامتياز، وسعيد جدا لأن الفيلم ديالنا حصل على الجائزة الكبرى اللي كان هديها للشعب الفلسطيني، الشعب المناضل لشهداء غزة وقلوبنا معهم. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المساء أسدل الستار على الدورة الثانية عشرة لمهرجان الدولي المغاربي بمدينة وجدة، وكان حفل ختام كان جيدا وشيقا بحيث نال من نال وخاب من خاب، لأن المهرجانات هي فيه الفائز وفيه اللي غير فائز. فشكر لمدينة وجدة على هذا المهرجان، مهرجان وجدة الذي انتقل من مهرجان مغاربي إلى مهرجان دولي، ونتمنى له التوفيق وأن يستمر إلى أبعد حدود. شكرا للناس المنظمين ديال المهرجان على هاد التفاني وعلى هاد الإخلاص، سواء من شارك في هذا المهرجان من قريب أو كذلك من بعيد، لأننا كنعرفوا أن هناك جنود خفاء ما كيظهروش لنا، ولكن كنعرفوا أنهم كاينين هما اللي خدامين. فكنتمنى إن شاء الله الاستمرارية باش هذا المهرجان يمشي من حسن الى احسن. فخور بزاف وكنقول شكرا، شكرا للفستيفال، شكرا للجنة، شكرا للناس اللي خدموا معايا. دابا هذا سي تان بري ديال السيناريو، و جو لو بارتاج مع ما كو سيناريست يسرى المنور، اي جو لو بارتاج افيك توت ليكيب. اعتقد ان مهرجان وجده لم يعد بحاجه للتاكيد على انه من اهم المهرجانات في المغرب، وما عندوش غير دور فني وانما له دور انساني كيربط جسور المحبه بلدان المغاربيه اساسا مع الاخوان في الجزائر وفي تونس وايضا طبعا في ليبيا وموريتانيا. من جهه اخرى اصبح قبله للسينمائيين الحقيقيين، احنا شفنا لا كاليتي ديال الافلام اللي تعرضت في هذه الدوره وايضا الدورات السابقه، وان يشارك فيلمين وان يفوز بجائزتين هذا شعور لا يوصف. جائزه اهديها من خلالكم الى الشعب الفلسطيني وهو يواجه الاله العنصريه الصهيونيه. بخصوص فيلم عبد النجاح اللي حققه اعجاب بيننا، فيلم العبد حقق الكثير من النجاحات الحمد لله منذ خروجه، يعني في اول مشاركه ديالو كان في تونس مهرجان قرطاج العريق وفاز بجائزه احسن موسيقى، مشى لدكار خدا جائزتين، مشى لنواكشوط خدا جائزه، يعني وفرنسا وغير ذلك من الدول. وجوائز اليوم هي تاكيد على اننا نصنع سينما جميله، سينما تعكس صوره المغرب والمغاربه. فراش طرابلسي مخرج تونسي، حصل لي شرف باش نكون بيناتكم في وجده. شاركت بفيلم سباي ليست يحكي عن القضية الفلسطينية، الجو ممتاز جدا رائع. نشكر خاصة لجنة التنظيم اللي ترأسها سيد خليد سليل،
نتصور انه السنين القادمه مش يكون مهرجان اقوى من الشيء اللي شفناه الى حد الان، ولو هو مهرجان ابيكابل. اول مره نجي لوجدة، يعني اول مره نشارك في المهرجان هذا، اول زياره للمغرب. بلادي المغرب، انا تونسي ولكن المغرب عندنا نفس الاخوان احنا، من غير نقول لكم حافظوا على بلادكم، خاصة تشوفوا الشيء اللي قاعد يقع في العالم حاليا. بالمناسبة نترحم على ضحايا الزلزال وضحايا فلسطين بيسير غزة وأعصار درنا في ليبيا، وإن شاء الله ربي يبعد علينا البلاء كما نقولوا، ما نعرفش تقولوا انتم البلاء بالضبط. وإن شاء الله في فرصة قادمة، ربما السنة الجاية بحول الله بفيلم جديد، وربي يخليكم وربي يحفظكم.